بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. دونك نزولا عند رغبة مجموعة من السادة الأساتذة، سنقوم بتخصيص مجموعة من الحلقات الخاصة بتعلم الجوجبرا، دونك بين قوسين للمبتدئين، يعني ابتداء من النقطة صفر. دونك أولا أدعوكم إلى زيارة الرابط التالي، دونك بطبيعة الحال الموقع الخاص بالجوجبرا، دونك هنا جوجبرا.org. دونك هنا تلاحظون هذه الصفحة الخاصة بي. دونك أنا قمت مسبقا بإنشاء حساب عبر هذا الموقع، ومن خلاله أقوم بتنزيل أو تحميل الموارد الخاصة بي. دونك هنا يمكنكم الذهاب إلى الموقع الخاص بالجوجبرا جوجبرا.org، وعند بطبيعة الحال الدخول إلى الموقع ستحصلون على هذه الصفحة التي ترونها. دونك على اليسار هناك مجموعة من الأدوات أو مجموعة من الاختيارات يمكننا الضغط عليها، من بينها نجد تيليشارجمون دابليكاسيون. دونك هنا اللغة التي قمت باختيارها هي اللغة الفرنسية، لونغ فرونسيز. دونك هنا يمكنكم الضغط بطبيعة الحال على اللغة التي تناسبكم أو تناسب كل واحد منكم. دونك هنا سنضغط على هذا الاختيار تيليشارجمون دابليكاسيون، بعدها سنحصل على هذا الرابط. دونك يمكنكم زيارته مباشرة بطبيعة الحال. دونك سأضع هذا الرابط لكي تصلون إليه مباشرة في الوصف الخاص بهذا الفيديو. دونك عندما ندخل إلى هذا الرابط سنحصل على هذه الواجهة تيليشارجمون دابليكاسيون جوجبرا. بطبيعة الحال هناك مجموعة من التطبيقات، دونك أنا أنصحكم بتحميل النسخة الخامسة، دونك جوجبرا كلاسيك 5، لمجموعة من الاعتبارات التي يمكننا التحدث حولها لاحقا إن شاء الله. دونك هنا سنضغط على التليشارجي. دونك بعد الضغط على التليشارجي سيقوم بطبيعة الحال المتصفح بالتحول إلى رابط آخر لأجل تنزيل التطبيق.